غرفة تحقيق مرة واحدة. مرة واحدة؟ أنا في الجامعة. تمسير كان ولا تحقيق فعلي؟ لا، كان اعتقال، كان عشان مظاهرة. ده أنا كنت رئيس اتحاد الطلبة؟ اه. من أنت وصغير تتدخل بالأمور السياسية؟ اه مظبوط. طب ليش عملت مخرج؟ ما انا ما كنتش عايز ابقى مخرج. مين قال لك ان انا كنت عايز ابقى مخرج؟ يوسف شاهين هو اللي اصر ان انا ابقى مخرج، كان انا كنت عايز ابقى سياسي. تنفع تكون سياسي؟ اه ينفع ابقى رئيس جمهوريه. تنفع تكون رئيس جمهوريه مصر؟ اه طبعا. جبرك يوسف شاهين تكون مخرج؟ لا ما جبرنيش، لكن هو اللي اصر ان انا عندي موهبه ما ولازم ابقى سينمائي، فقلت اجرب فحبيتها. حبيتها ولا بس جربتها ومشيت وجابت فلوس لا انا كنت قعدت اشتغلت 10 سنين مساعد، كنت بقى جابت فلوس ولا كانت بتدخل حاجه، لا فلوس ولا اي نجاح من اي نوع يعني. يعني بعرف حدا بيكون عنده طموح يكون ضابط، طموح يكون طيارجي، طموح يكون محامي، بس طموح يكون رئيس جمهوريه مصر؟ اه امال ايه، احنا كنا بنحلم كمان نحرر فلسطين يعني، مش كنا عندنا احلام يقظه، كنا حاسين ان احنا هنحرر الامه العربيه كلها وهنحرر فلسطين وهنعمل الامه العربيه الواحده والثوره العربيه الشامله وهنعمل حاجات كتير قوي، كانت في احلام كبيره يعني. مين بترشح يكون رئيس جمهوريه مصر القادم؟ آه لو في اختيارات يعني، لو انا بنتخب يعني ما بين مرشحين ودول موجودين على في قوائم الترشيح، هنتخب حمدين صباحي، ولو موجود البرادعي هنتخب البرادعي، على حسب مين اللي موجود قصاد ممثل جمال. النظام يعني. خالد يوسف عنده هاجس، الشهرة والسلطة. خالد يوسف قدم أو ترشح لنقابة الفنانين ولم ينجح. تمام. كيفك تترشح لرئاسة الجمهورية؟ مين قال لك إن أنا هترشح لرئاسة الجمهورية؟ وهتحلمه؟ لا، أنا بقول لك في فترة الثمانينات، في فترة شبابنا ومراهقتنا الفكرية والسياسية، كان عندنا أحلام لدرجة إن إحنا بقول لك كنا فاكرين إن إحنا هنحرر فلسطين، يعني الجيل بتاعنا ده هو اللي هيحرر فلسطين. إن شاء الله يا رب نحرر. هنحررها بس يمكن في جيل آخر مش جيلنا يعني، مش هناخد شرف تحرير فلسطين إحنا، أعتقد الجيل الآخر يعني، الجيل اللي جاي يعني. فكان دي احلامنا، ان كان كل واحد فينا شايف نفسه ممكن يبقى رئيس جمهوريه، ممكن يعمل ثوره في بلده يعني، ده الاحلام اللي كانت موجوده. فيما يتعلق بترشيح نقيب السينمائيين، دي قضيه يعني مرتبطه بظرفيتها يعني مرتبطه بظرف ما خلاني اترشح. الظرف الماذا اللي هو كان ان في احد المرشحين اللي كان اسهمه عاليه جدا وهينجح ما هوش سينمائي اصلا، واللي هيترشح قدامه علي بدرخان ما كانش هينجح يعني، لان هو معاه كتله كبيره من الناس اللي هم موظفين التلفزيون برضه ما لهمش علاقه بالسينما يعني، المفروض مش سينمائيين ولا ينضموا لهذه النقابه الا اذا كانوا عاملين يعني في قطاع السينما او التلفزيون، لكن هم موظفين. ما بتكلمش بقى على مصورين التلفزيون او مخرجين التلفزيون، انا بتكلم على الموظفين. لو صرت نقيب فنانين، من تمنع من ان يمارس مهنه التمثيل في مصر؟ لن انا امنع احد. التمثيل الفن ما حدش يقدر يمنع حد يمارسه. ده موهبه ربنا بيديها لبني ادم بيعتقدها في نفسه. موهبه اذا كان في موهبه. اه فيقدم نفسه للناس، والناس هي اللي تخليه يستمر او تخليه او تقعده ببيتهم. واذا ما كان في موهبه؟ هو هيقعد في بيتهم بقرار الناس، مش بقرار مخرج ولا منتج ولا نقيب. بس الناس صارت عم تحب المظاهر. معنى ايه؟ يعني فنانة تطلع على التلفزيون بكليباتها شبه عارية وتقوم تعمل فيلم بمصر، بيحبوها الناس، الشباب بدهم يحبوها. مش صحيح. بدهم يحضروها. لا مش صحيح. لا، مين قال لك ان كل الفنانات اللي بيعملوا او كل اللي بيدعوا فن وبيعملوا فيديو كليب عاريات ده الناس بتحبهم او بتحترمهم؟ مش صحيح. بتشوفهم؟ اعتقد ممكن يكون المراهقين اللي يحبوا يشوفوا ده، لكن ما اعتقدش كل الناس بتحب تشوف المراهقين ده. بيبيعوا؟ نعم بيبيعوا. لا ما هماش قطاع فظيع يعني، ما هماش هم السواد الاعظم يعني.
جينا عم نحكي عن المراهقين، وبأحدى اللقاءات مع حضرتك قلت انه ثلاث ارباع ايرادات السينما المصرية من المراهقين. لا انا قلت مش ثلاث ارباع على فكرة، 90% 90% 90% من جمهور السينما من سن 14 سنة ل 24 سنة مراهقين. لا دي انا بتكلم، انا انت كنت بتكلمني على الفيديو كليب، السواد الاعظم اللي بيتفرج على الفيديو كليب في شاشات العرض اللي موجودة في البيوت 90 ثلاث ارباعهم مراهقين. الناس كلها بتتفرج على التلفزيونات هنا، ده جمهور مختلف غير جمهور السينما. جمهور السينما 90% منه من 14 ل 24 سنه، اما تلفزيون، اما جمهور التلفزيون مختلف، كل الشرائح العمريه موجوده قدام التلفزيون، عشان كده لازم تعمل استقصاء على مستوى اوسع. هل تخلى خالد يوسف عن الجمود او عن الركيز اللي عنده اياها وقت الرقص مؤخرا باحدى الحفلات، وتم تصويره عم يرقص باحدى الحفلات؟ لا ما رقصتش، انا عمري ما رقصت في حفله ولا لا خاصه ولا عامه، ما رقصتش. حد مسك ايدي كده عمل ايدي كده، الصوره طلعت بس عم ترقصوا. الصوره طلعت كده بس انا ما رقصتش، انا واقف عادي في حد مسك ايدي كده. عيب الرقص؟ انا ما بحبش ارقص، لو كنت راقص كنت هرقص، بس انا مش راقص. صلحت بين هيفا وغادة عبد الرازق؟ طلعتك بغادة عبد الرازق كثير علاقة قوية، علاقة جيدة جدا، وعلاقتي بهيفا علاقة جيدة جدا، فعشان كده ما لقيت في كلام تراشق اتهامات بينهم يعني، فالاتنين كلمتهم وتوقفوا هما الاتنين، والاتنين قالوا لي ان هما ما يقصدوش. هو الصحفيين دايما، في بعض الصحفيين يعني عشان ما بعممش، بعض الصحفيين دايما بيستدرجوا الفنان لتصريحات تعمل تشعل حرائق، فالاتنين استدرجوا، وبعدين لما انا اتكلمت معاهم اكتشفت ان مفيش اي مشاكل بين الاتنين، فيبقى مفيش داعي للتراشق والتصريحات الصحفية. توقعناك رح تكون خليفة يوسف شاهين؟ مفيش خليفة لحد، ومفيش امتداد لحد، حتى لو كان يوسف شاهين ده ابويا بقى اللي هو مخلفني، لان انا بعتقد ان مفيش حد امتداد لحد، حتى ابنك مش امتداد ليك. ليه خالد يوسف غايب عن المهرجانات العالميه كتير؟ ما بهتمش قوي بجد. بتهتمش بالمهرجانات ولا بالجوائز؟ ولا بالجوائز. انا اول فيلم عملته العاصفه دخلت بيه مهرجان القاهره السينمائي الدولي، وخدت جائزه الهرم الفضي كويس، وجائزه احسن فيلم عربي، وكان الفيلم لسه ما اتعرضش على الناس. والله ما حسيت باي فرحه من الجائزه، ما حسيتش بالفرحة غير من لما الفيلم نزل والناس عجبها. أنا بتاع الناس، أنا مش بتاع جوائز ولا عايز مجد ولا عايز، أنا عايز أعبر أقصى حلم ليا، أقصى حلم ليا هو التعبير عن أحلام بسطاء هذه الأمة فقط، نقطة، مش عايز أكتر من كده. كارول سماحة، ميريام فارس، نيكول سابا، وكتار كتار كتار من الفنانات ذكروا بتصريحاتهم انهم بيحلموا يشتغلوا مع خالد يوسف. وانا احلم اشتغل معه. ليه ما احلمش اشتغل معاهم يعني؟ ما سمعت. وانا احلم اشتغل مع اي فنانه من اللي انت قلتهم، لانه فنان كويس جدا. تحلم تشتغل مع كارول سماحه وميريام فارس ونيكول سابا؟ طبعا. حلم؟ يعني حلم، يعني بمعنى ايه حلم؟ هن حلمهم، هن حلم، احترامي لقالون حلم يشتغلوا مع خالد يوسف، وانا اتمنى اشتغل معاهم. خالد يوسف اسم الكبير، وانا اتمنى اشتغل، حلم يشتغل معاهم. طبعا يعني انا اتمنى اشتغل مع اي فنانه منهم، لانهم كلهم فنانات موهوبات. ما دام تمني متبادل ليش ما اشتغلتوا؟ ما عنديش لسه فرصه ليهم، لازم يبقى عندي دور لايق على واحده فيهم. مش انت بتخترع الدور؟ لا الدور. مش خالد يوسف صانع نجم؟ لا لا، انا قلت لك مفيش حد اسمه صانع نجوم، الجمهور هو اللي بيصنع النجم، مش انا. مين من هالاسماء بتتمنى تكرر التجربه معهم تمثيليا؟ منى شلبي، مي عز الدين، او هيفا وهبي؟ منى شلبي. الخبريه اللي طلعت صح انه كنتوا خاطبين؟ نعم. الخبريه اللي طلعت انه كنتوا خاطبين صح؟ لا احنا ما اتخطبناش، لان هي الفكره كلها ان انا سئلت عبر تليفون على الهواء من محمود سعد. سألني ايه علاقتك بمنى شلبي؟ قلت له في مشروع ارتباط بيننا.
صارت بقى كل التصريحات وكل المنشطات ان في خطوبه وفي جواز، لكن المشروع الارتباط لم يكتمل فلم يرقى لمستوى الخطوبه والجواز. يعني عجبتك منى شلبي بفيلم تامر حسني نور عيني؟ اه. ولا بتلاقي انسجامه مع مي عز الدين اكثر؟ لا، شفتها عملت الدور كويس قوي. وتامر حسني نجم؟ اكيد نجم، وانا اللي بحدد اذا كان نجم ولا مش نجم، جماهيره اللي بيحدده. عنده جماهير عريضه. هنشوفه معك بفيلم من الافلام؟ ما اعتقدش. نوعيه السينما اللي بيقدمها تامر ما اعتقدش ان هو عايز يتخلى عنها. نوعيه الاغاني والكليبات اللي بتقدمها هيفا مش مثل نوعيه الافلام اللي بيقدمها خالد يوسف. اكيد. فبتقدر تعمل اللي بدك تعمله. تمام، بس هل تامر مستعد ان هو يسيب الستايل اللي هو بيعمله ده ويجي؟ هيفا كان عندها استعداد، تامر اعتقد ما عندوش استعداد. تعتقد ولا صار في كلام؟ لا، ما صارش في كلام، بس اعتقد يعني. اعتقد انه عايز يعمل الافلام دي، هيفا ما كانتش عملت افلام. ده كان اول تجربه ليها، لكن تامر عنده افلام وافلام ناجحه. نجحت تجربه هيفا؟ اكيد. ده كان شحاته ناجح كفيلم او كهيفا؟ كفيلم وكهيفا. يعني سمية الخشاب قالت انه ما حضرته للفيلم. طب اعمل لها ايه؟ دور هيفا كان مكتوب لسمية؟ او كان مطروح على سمية؟ بص صديقي، انا ما اكتبش ادوار لممثلين ولا بفكر في ممثل قبل انتهائي من السيناريو وتعديلاته، سواء انا اللي كنت كاتب السيناريو او سواء كنت مشارك فيه او سواء حد تاني اللي كاتبه. تروح على سمية الفيلم؟ لا. دور هيفا ما بيلبق لسمية؟ يلبق لها، ما يلبق لهاش ليه؟ هيفا بتبيع اكتر من سمية؟ معايا انا ما فيش حد بيبيع. انت اللي بتبيع بس. الفيلم اللي بيبيع مش انا، احنا كلنا على بعض بنبيع. ان الجمهور اتعود يخش فيلم على بعض وما يخشش لنجم في نوعيه الافلام اللي انا بعملها. ايه تاني؟ تاني وتالت ورابع وخامس. قناه روتانا عرضت فيلم من افلامك، وعرض الفيلم كان مقطع. لا، بدون ما يسألوك. لا، دي قناة تانية، قناة الاي ار تي مش روتانا. روتانا بالرئيس عمر حرب ما قطعوا؟ لا، انا اللي قطعت. انت اللي قطعت؟ انا بقى. شو الفرق بين مشاهد التلفزيون ومشاهد السينما؟ الفيلم ده بالذات هو الوحيد من 10 افلام اللي عملتها اللي انا طلبت من الرقابة يبقى للكبار فقط.